مرحبا، والله هون بيت الأستاذ عصام بربوش. اينا، مين عم يحكي؟ حضرتك يلي ناشر إعلان بجريدة الدليل. عظيم، نحن بحاجة لدروس تقوية باللغة العربية لطالب بكالوريا. ايه على عيني مدام. او يا ترى الطالب لحاله ولا معه طلاب تانيين؟ لا لحاله. طيب كم درس بالأسبوع بتكون؟ يعني شي 3 أو 4. ويا ترى الطالب راسب بكالوريا ولا أول مرة بيقدمها؟ لا أول مرة. بأنه مدرسة تعلم؟ الحقيقة هو ماله مسجل بالمدرسة، بده يقدمها حر مو نظامي. طيب قديش كانت علامته باللغة العربية بصف 11؟ ما بتذكر. بس عفوا، انت شو بهمك بعلامة 11؟ لا لا ولا يهمك مدام، بس مشان كون فكرة عن مستوى الطالب، لأنه بصراحة إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر. أستاذ انت بس تشوف الطالب بتقدر تحدد مستواه من أول جلسة؟ ما في مانع. وين عنوان البيت؟